معنا عبر سكايب من اسطنبول محلل سياسي سوريا سيد ياسر النجار. مرحبا بك سيد ياسر. إذا انطلق مؤتمر سوتشي اليوم بمشاركة نحو 800 معارض فضلا عن نظام مع مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات، ما تأثير غياب الهيئة العليا للانتخابات على مخرجات المؤتمر؟ مساء الخير. حقيقة الموضوع أكبر من عدم حضور هيئة العليا للمفاوضات، الموضوع يعني يتلخص بشكل واضح أن الشعب السوري كله يعترض على ما يسمى بمؤتمر سوتشي. تعلمون أن هناك حملات كانت كبيرة جدا بدأ بها الثوار والناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا عبر وسائل الإعلام حول ضرورة مقاطعة سوتشي. الجميع ينظر إلى سوتشي على أنه برعاية روسية فقط، لا وجود للجانب الأمريكي، لا وجود لقرارات أممية تطبق، ولا وجود أيضا للجانب الأوروبي، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن روسيا تقول هذا المؤتمر. روسيا تقول أن الهدف من هذا المؤتمر تحريك المياه الراكدة للحل النهائي، لا سيما بعد تقديم روسيا مقترحا لتركيا والمعارضة بتشكيل 6 لجان في إطار سوتشي. كيف يمكن هنا تفسير موقف المعارضة الرافض لهذا المقترح؟ يعني كما ذكرت في بداية الحديث أن الحاضنة المجتمعية وأصل الثورة كلها كانت تضغط باتجاه مقاطعة المؤتمر، والهيئة العليا للمفاوضات لا تستطيع أن تراهن أن تقف أمام كل هذه النداءات والمطالب. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أرى أن روسيا خفضت من سقف مطالبها من سوتشي. هي بدأت علينا بسوتشي كبديل لمفاوضات جنيف، وهي طرحت على أن سوتشي هو الحل في طريق المفاوضات، ولكن ما أرى حقيقة أن روسيا استفزت المواطن السوري عندما كانت تدعو بشكل واضح وصريح عبر لافرتيف، عندما قال أنه لا وجود لأي شخص في سوتشي يعارض بقاء وجود الأسد، وعندما صعدت بالحملات الجوية حرقت حرستا بالنابالم وأيضا دمرت وأخرجت آخر مشافي مدينة سراقب في الشمال السوري. كل هذا الأمر يعني لي أن روسيا تريد أن تزعن أو تصل إلى إزعان وحال انقياد الشارع السوري. هذا الأمر رفضه الشارع السوري الجبار الذي قال أنه لا بديل عن رحيل الأسد، وأن المفاوضات الحقيقية يجب أن تتم عبر مرجعيات دولية وقرارات أممية، وهذا ما وصلت إليه في نهاية المطاف. طيب، المؤتمر يسعى الآن إلى وضع مسودة لدستور جديد، ماذا لو خرج هذه المسودة خرجت بدون المعارضة؟ كيف سيكون موقفها؟ كأن روسيا تريد أن تقلد ما حصل في بريمر بالنسبة للعراق. هي وجدت أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض دستورا ما في العراق، وهي تريد أن تمارس نفس الدور وبنفس الصلاحيات. أنا بتصوري لا مجال لأن يفرض دستورا من خارج البلاد. روسيا تريد أن تقول أو توصل رسالة أنها لا يوجد لديها ضمانات من أجل أن تحافظ على مكاسبها في الثورة، يعني بما حصل في سوريا. أنا أتكلم عن القواعد العسكرية والاتفاقيات الاقتصادية التي كفلت بها النظام. لذلك روسيا تبحث عن مخرج دستوري يحفظ لها تواجدها على مستوى 75 سنة، ويحفظ لها استثماراتها الاقتصادية التي وعدت بها شركات النفط والغاز. أيضا ميدانيا روسيا نفذت تهديداتها واستهدفت مناطق في ريفي دمشق وإدلب. كيف ترى مستقبل مناطق خفض التصعيد في ظل هذا الهجوم الروسي الشرس؟ يعني إذا ما راجعنا أجندة سوتشي وجدنا أنه لا ذكر لمناطق خفض التصعيد، لا وجود ذكر مناطق محاصرة، لا وجود ذكر للمعتقلين. إذا روسيا ماضية في الحل العسكري، هي تتجاذب بينها وبين إيران على مستوى الخريطة ومساحة التواجد النفوذ في وسط وجنوب سوريا. لذلك أنا أرى حقيقة أن روسيا يعني تريد أن تفرض شروطها بالقوة، ولا بد للشارع السوري أن يستمر في مقاومة لهذا الاحتلال الروسي ولتواجد الميليشيات الإيرانية. لذلك أنا لا أجد حل إلا في تكاتف الثوار فيما بينهم. الثورة السورية خرجت بدون أن يكون هناك أي دعم أو أي وعد من أي دولة من الدول، وستستمر هذه الثورة حتى تحقق مطالبها في الحرية والكرامة. أشكرك شكرا جزيلا سيد ياسر النجار المحلل السياسي السوري عبر الإنترنت من إسطنبول.